ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مدرب اللياقة البدنية رامي عادل. أهلا بيك. أهلا بيك كابتن رامي، صباح الخير عليك. صباح الخير، شرفنا ومنورنا النهارده في عاش الشباب. شكرا. البداية عرفنا بحضرتك وعرف نفسك بالنسبة للمشاهدين. أنا اسمي رامي عادل، أنا مدرب كمال أجسام. بدأت اللعبة وأنا عندي 13 سنة، خدت كورسات كتير في اللعبة ودرست نتريشن ومعايا بطولات كتير، وإن شاء الله معاكم النهارده نفيد الناس إن شاء الله النهارده يعني. ان شاء الله. في البدايه كده عايز اسال حضرتك سؤال، اهميه الرياضه في حياه كل انسان. الرياضه هامه جدا لينا كلنا، احنا ربنا خلانا عشان نتحرك. يعني رقم واحد في حياتنا لازم تكون الحركه. ربنا خلانا في جسمنا نظام اسمه نظام الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي دوت عباره عن خلايا ليمفاويه المسؤوله عن تصريف السموم في جسم الإنسان، هي بتجمع كل حاجة وهي تصرفها. شبهوا الموضوع دوت بإننا مثلا لو إحنا في بيتنا وعندنا مثلا الصرف بتاعنا اتسد، يحصل إيه؟ بيتنا يبوظ. تمام. فهو النظام الليمفاوي بتاعنا دوت مسؤول عن تصريف السموم اللي في جسم الإنسان. فطول ما إحنا بنشغل جسمنا هو بيشتغل وبيصرف، بيصرف السموم في جسم الإنسان. فلازم نتحرك على طول ولازم نمشي على طول، عشان هو كل ما يمشي الجهاز الليمفاوي بيشتغل اكتر وبيصرف اكتر وبيطلع الخلايا اللي هي بتقاوم الامراض. جميل جميل جدا. طيب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نستغنى عن الجيم وفي نفس الوقت نحافظ على الجسم. احنا هنقول مش نستغنى، احنا هنقول مثلا ان احنا يعني ما عدناش وقت نروح الجيم. تمام. يعني رقم واحد في الموضوع ان احنا نحافظ على اكلنا. تمام. ونستبدل الجيم باي حاجه في البيت رياضيه. يعني في فيديوهات كتير قوي على النت، لو حد عايز يروح يتفرج عليها ويشتغل بيها على النت من على النت في البيت. تمام. بس اهم حاجه يكون مثلا ايه، يعني مش احنا مش هنستغنى عن الجيم، بس احنا هنقول ان احنا ما عندناش وقت نروح الجيم. بس كده كده يعني رقم واحد في حياتنا يكون الرياضه. تمام. بس يعني رقم واحد احنا هنعمل ايه، هنمشي بنظام غذائي ونتبع التمارين الرياضيه في البيت. يعني ممكن اي حد مش لازم عشان يتدرب يروح النت، يروح سوري عفوا الجيم، وممكن يتبع برامج معينه من خلال الانترنت ويتبع نظام غذائي معين. طب ازاي يتبع برامج معينه؟ ما هو سوري ممكن يقول لك ما هو اي واحد بيقدم اي كلام هتابعه ليه؟ دي برضو نقطه مهمه. ما هو عشان كده احنا بن 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 يعني اي حد بنصحه عايز يخش مجال او عايز يبدا رياضه، ان هو يشوف كابتن يمشي معاه، يشوف كابتن يثق فيه يمشي معاه. الكابتن دوت بيعمل لك نظام تدريبي ونظام غذائي تمشي فيه يعني في حياتك. تمام. بيظبط لك الاكلك تاكل ايه، ويعمل لك نظام تدريبي ويعمل لك نظام غذائي، يقول لك تاكل كذا وتعمل كذا وكل حاجه. طيب دلوقتي ينفع ان انا اعمل اللياقه البدنيه وكمان اللي هو جمال الاجسام الاثنين مع بعض؟ هو دي حاجه ودي حاجه. الاثنين يعني الاثنين بيفيدوا الصحه. بس كمال الاجسام احنا ناس مثلا يعني اللي بيلعبوا كمال الاجسام دول بيلعبوا في جيم بيشيلوا اوزان عشان يكبروا حجم العضل بتاعهم. اللياقه البدنيه يعني هو هنطلع برضو عضلات بس هنحافظ على صحتنا، الاثنين هنحافظ على صحتنا، بس ده لناس يعني حياتهم وشغلهم في كمال الاجسام. انما اللياقه البدنيه ممكن اي حد يعملها في البيت في الجيم في اي حاجه ممكن تتعمل. رايك ايه في ادوات التخسيس؟ أدوية التخسيس كمدرب لياقة بدنية، رأيك إيه في أدوات التخسيس اللي بنشوفها منتشرة؟ أدوية التخسيس. تمام. هو فيها نوعين من يعني فيها شقين، في نوع يعني في حاجات خطر وفي حاجات ينفع تستخدم. في حاجات بتشتغل على الغدة وحاجات بتشتغل مثلا على إنك ما بيخليش جسمك يستفيد بالخلايا الدهنية اللي بتخش أو الحاجات الدهنية اللي أنت تاكلها. يعني في مثلا ساعات الناس بتاكل دهون كتير، ففي حاجات في حبوب مثلا بتتاخد بتخلي الجسم اصلا ما يمتصهاش. تمام. وبرده احنا محتاجين حاجات من الدهون دي، دهون صحيه. تمام. فالافضل في الموضوع ان احنا ما ناخدش حاجه خالص، ولو احنا عايزين فعلا يعني عايزين نعمل نظام غذائي صح نبدا الاول ان احنا نعمل تحليل للغده الدرقيه. تمام. تحليل اي حد ممكن يعمله، تحليل اسمه تي 3 والتي 4. تمام. ده بيبين لك انت عندك مثلا الغده مثلا نشطه قوي او خامله. بس في ناس كتير بتعمل التحليل ده ولما تيجي تعمله برضو بنلاقي نسبه الحرق صفر.
ما هو مش حرق. يضطروا ياخدوا ادويه بالظبط. لو ما هو ده الفرق. مش انا مثلا ما هو في قلنا نوعين من الادويه، نوع بيشتغل على الغده بيخليها تشتغل اكتر عشان تحرق اكتر، وده اي ممكن حد ياخده. ممكن مثلا حد يروح مثلا لاي حد بتاع جيم يقول له مثلا خد الادويه بتاعت اللي هي بتنشط الغده، هو اصلا مش عارف الغده عنده نشطه ولا مش نشطه ولا ايه. المكملات الغذائيه بتسبب، يعني احنا بنتكلم عن ادوات التخسيس، بنتكلم عن المكملات الغذائيه بتسبب اضرار لو انا استخدمتها سواء وانا بتمرن. المكملات الغذائيه اصلا هي ما هي الا حاجات يعني متاخده من اكلك في صوره حاجات يعني سائله وحاجات بودر وحاجات تابلت وكده. انت اصلا ليك احتياجات يوميه من البروتين، واحتياجات يوميه من الكربوهيدرات، واحتياجات يوميه من الدهون الصحيه. فانت ممكن ما تعرفش تاخدها من اكلك، يعني اكلك مثلا يعني مش تعرف مثلا تجيب مثلا 150 جرام بروتين مثلا في اليوم مثلا، يعني فهجيبهم ازاي؟ مش تعرف تاكل مثلا كميه الوجبات لو انت مثلا مش فاضي، او حد مثلا عنده شغل طول اليوم. فمثلا المكملات الغذائيه دي بتعوضك عن اللي انت فاقده في الاكل. بس ممكن تاثر عليه، تاثر لو احنا استخدمناها غلط. يعني في ناس بتستخدم المكملات الغذائيه دي غلط جدا، يعني تاخد اي حاجه في اي حاجه باي كميات باي. طب برضه ممكن يكون برضه تحت اشراف مدرب وتحت اشراف دكتور، ده صح، وبرضه يحصل برضه مضاعفات. لا مفيش كده خالص، ما ينفعش. لا حصل قبل كده. ما هو تحصل دي لو هو عنده مشاكل اصلا، لو عنده مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، لو عنده مشاكل من المكملات دي اصلا. يعني لو هو اصلا لو عنده مشاكل قبل كده فياخد المكملات فتزودها عليه. يعني مثلا واحد عنده مثلا الكلى مثلا فيها مشكله فاخد مكملات، فهي اصلا بتزود اصلا وظائف الكلى، وظائف الكلى بتزيد جامد جدا، فما اصلا ما ناخدهاش. لما هي لشخص طبيعي ما بتعملش حاجه. في ناس كتير بتسال يا ترى هل انا اقدر اخسس جزء معين من جسمي وانا بتمرن او انا في الرياضه؟ التخسيس الموضعي، التخسيس الموضعي مش موجود خالص في الرياضه، موجود بس عند الدكاتره اللي هم بتوع اللي هي عمليات اللي هي شفط الدهون الموضعيه وكده. انما التخسيس الموضعي في الرياضه مفيش حد يروح الجيم يقول لحد مثلا عايز اتخن الحته دي بس، او عايز مثلا انزل الحته دي بس. لازم نلعب رياضه على جسمنا كله. جسمك هو يعني جسمك ذكي جدا جدا، بيشوف الحته اللي هي الازيد حته فين وياخد منها. ما فيش حاجه اسمها ايه، ما فيش حاجه اسمها ان انا ايه هلعب مثلا الحته دي في حته تنزل. لازم جسمك كله بيشتغل، فالجسم عنده نظام ذكي، بيشوف اكتر حته فيها دهون فين وياخد منها، ويعمل بقى بيعمل تناسق العام بتاع جسمك. فما فيش حاجه اسمها روح الجيم عايز انزل الحته دي بس، او عايز اكبر الحته دي بس. بس في اجهزه في الجيم بتبقى المناطق معينه ممكن العب دي بس. احنا ممكن التركيز بقى بيبقى تركيز على العضلات، العضله نفسها، مش بتاعه الدهون. احنا بنتكلم على العضله حاجه والدهون حاجه. تمام. انما التخسيس نفسه مفيش تخسيس موضعي. التخسيس الموضعي ده اللي هو ايه، اللي هو بتاع الدكاتره اللي هم بيعملوا شفط دهون موضعيه وكده. انما احنا عندنا في الرياضه مفيش حاجه اسمها تخسيس موضعي. لو اتكلمنا عن النتائج الايجابيه بالنسبه للالتزام بنظام غذائي محدد، النتائج الايجابيه دي هتظهر بعد مده زمنيه معينه ولا ايه؟ اتكلمنا عن النقطه لانها نقطه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي طبعا بنشوف الناس اللي بتتبع نظام غذائي محدد، وناس كتير بنشوفها بتستخدم النظام ده. اتكلمنا ازاي بتظهر النتائج وامتى؟ النتائج بتظهر لو انت عامل نظام غذائي محدد مخصص ليك انت. مش بروح مثلا على النت واشوف مثلا اي نظام غذائي اقول انا همشي مع ده، ما اخشش في جروب واقول مثلا ده الجروب طيب ده كويس وكده. طيب معلش هقطع حضرتك، ما انت احنا لسه دلوقتي كنا بنحكي في نقطه معينه. لسه كنت بقول لحضرتك ما هو في ناس كتير تقول لك هتتابع نظام على النت وانا ما اعرفوش، طب هتتبعه ليه؟ ما دي النقطه اللي كنت بحكي فيها مع حضرتك بالنسبه لازاي نستغنى عن الجيم وبغض النظر عن النظام الغذائي برضه. ما انا ممكن ما هو ده اللي انا بكلم حضرتك فيه. فانا ما هو هنوصل لنتيجه، هنوصل لنتيجه لو انا كلمة حضرتك في الموضوع، لو انا اتابعت مع مدرب هيقول لي كل ايه. تمام. وده بالنسبه برضو لايه، يعني ده برضو بيرجع ان انا بعمل تحاليلي وبعمل الاساب بتاعتي وبعمل الانبادي بتاعي بادي كومبوزيشن بتاعي، هيقول لي مثلا عندك نسبه دهون قد كده، وعندك عندك ميه قد كده، وعندك دهون قد كده. على اساس دوت بعمل لك النظام الغذائي اللي انت تمشي عليه. مش مثلا كل واحد بيختلف عن التاني. يعني مثلا انا هتلاقي نظام انت تقول لك مثلا كل كذا الصبح، وكل كذا كمان بعد الظهر، وكل كذا بالليل، وكل كذا. طب ما انا مش زيك، انا عضلات اللي عندي مش زي عضلات اللي عندك، الدهون اللي عندي مش زي الدهون اللي عندك، تختلف جدا. طب يا ترى هل ليها احنا زي ما بنتكلم عن نتائج ايجابيه، هل ليها احتمالات ظهور نتائج سلبيه؟ لو انا خدت نظام غذائي مش مناسب ليا طبعا. ازاي انا مثلا، انا هتكلم عن نفسي مثلا، عني وعنك مثلا. يعني انا مثلا 90 كيلو،
وانت مثلا 50 كيلو، تمام، فانا محتاج كميه بروتين اكتر منك. لو تمام انت خدت زياده يحصل لك مشاكل، لو انا خدت قدك مثلا مش هيحصل لي حاجه، بيرتبط هنزل بيرتبط بكميات غذائيه محدده بالنسبه بالظبط. للفرد الى اخر. طبعا تمام. انت لكل كيلو لكل كيلو جرام في جسمك انت محتاج لكل كيلو من 1.1 من 1.2 من 10 جرام بروتين ل 3 جرام بروتين، يعني ده الماكسيمم بتاع اللي احنا بناخده في ايام تجهيز البطولات بقى وكده بتختلف. فانت يعني احنا بنحسبها على مثلا على العضلات اللي عندك قد ايه، على الدهون اللي عندك قد ايه. طب في ناس بقى لما بتوزن بتلاقي نفسها ثابته على الميزان بس في الجسم مثلا قلت، مع ان هي بتلعب بس ثابته على ما الميزان. هو السؤال ده كويس جدا. السؤال ده الناس كلها دلوقتي، الناس اللي هي الناس اللي بره ما بيفكروش في ميزان خلاص، مش عايز ما افكر في ميزان. انا ممكن ابقى 100 كيلو 100 كيلو بس شكلي حلو. ده يرجع لايه؟ ان انا عندي عضلات كتير جدا، يعني عندي عضلات كويسه جدا في جسمي بس ما عنديش دهون، وحد تاني عنده دهون كتير بس ما عندوش عضلات. احنا الاتنين نفس الميزان بس انا شكلي حلو وهو شكله وحش. يبقى احنا الفيصل في الموضوع دي ان انا ابقى شكلي كويس، ان انا ابقى الشيب بتاعي كويس مش ميزان. انا طول ما انا صحي وحاسس ان انا كويس وبمشي وبعمل كل يعني كل الحاجات بتاعتي اليوميه كويس جدا، واطلع وانزل وكده ومش تعبان في حاجه، فانا خلاص، فانا مش حاجه ضراني في حاجه يعني. طب كنت عايزين بقى نعرف السبب. في ناس بتبقى رايحه الجيم وبتاخد برضو المكملات الغذائيه بس وبتعمل عضلات، وبعد ما تعمل برضو الفورمه الجامده دي بعد ما تبطل الحاجات دي كلها تنزل تاني وجسمها يرجع زي الاول، بالعكس دي كمان بتقل صحيا. ما هو انا حابب بقول لك، هو احنا كلنا لينا احتياجات يوميه من البروتين والدهون والكربوهيدرات. لو احنا خدنا الاحتياجات دي كل يوم كل يوم كل يوم بالظبط، وجينا فتره واحنا جايين مبطلين او بطلنا جيم، ما هو اصل العضلات دي الياف حيه بتعمل ايه؟ بتزيد وتكبر وتتغذى. لو انا ما غذيتهاش، لو انا مثلا ما لعبتش عليها يحصل ايه؟ تمور، تموت، تقعد تقل 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 تقل. عايزين نعرف برضو كمان ايه برضو الطعام اللي بجانب البروتين اللي هو بيساعد في بناء العضلات. هو كل الاكل، يعني كل الاكل بيساعد، يعني كل الاكل اللي هو يعني ايه، بس احنا عارفين طبعا ان البروتين اهم، هو الاول اساس. البروتين اهم حاجه. تمام تمام. بس الباقي كله مساعد، يعني الدهون الصحيه دي يعني 90% من مكونات الهرمونات اللي هي بتسبب اصلا العضلات اللي هي التستيرون والجي اتش، تركيبهم اصلا دهون، يعني تركيب اصلا الهرمونات دهون. تمام تمام. فانا لازم اخد دهون صحيه، واخد الكارب بتاعي اللي هو هيتحول بعد كده لطاقه ان انا اقدر اشيل بيها واعمل بيها كل حاجه في حياتي، يعني ان انا اروح بيها جيم اصلا، وبعد كده اغذي العضلات بايه؟ بالبروتين. طب دلوقتي بان ان احنا داخلين على مولد النبي، عايزين نعرف ازاي ناكل سعرات حراريه قليله في الاكل بتاعت الحلاوه. فما تاكلوش ما تاكلوش لا عايزين يعني برضو اكيد الناس هتاكل، يعني تاكل قد ايه برضو ولا تحسبها ازاي؟ هي ما لهاش حسابات. ما هي مشكله ما لهاش حسابات، يعني حته الحلاوه اللي هي الناس بتقول لك ايه، حته الحلاوه مش عارف فيها 100 سعر حراري وحته حلاوه ثانيه فيها. فهي هي هي مش يعني، ما هو كل برضو كل مصنع بيختلف عن التاني، كل مكان بيختلف عن التاني. فلو حبينا يعني ندوق مش ندوق بس، يعني لو حد عامل نظام غذائي يدوق. لو اتكلمنا بالنسبه للمبتدئين في الجيم، بنشوف ناس بتلعب اول مره جيم فبتتعب اول اسبوع وما بتروحش تاني، يعني ده طبعا بالنسبه للطرق السليمه بالنسبه للجيم. كم مره المفترض يعني ان المتدرب يروح فيها الجيم في الاسبوع، وازاي يتبع الطريقه المناسبه؟ لان زي ما بقول لحضرتك بنشوف ناس كتير بتروح الجيم واول كام يوم كده بتتعب وعضلات، وزي ما انت عارف هو انت اكيد هو مدرب وعارف الحاجات دي برضه. هو اكيد لازم اي حد بيعمل حاجه جديده في حياته بيتعب فيها. فجسمك واخد طولك، يعني واخد فتره كبيره قوي ان هو يقعد مستريح وتمام مش حاجه تمام. فانت اول ما تحط تحت ضغط، فبيحصل ايه؟ انت جسمك بيحصل له هدم وبناء. العمليه دي صعبه، فانت مش واخد عليها، جسمك مش واخد عليها، فبيحس بالوجع دوت. اللي انا بقول لك عليه بقى اللي هو الصح، ان انت ما تروح جيم ما تروحش الكابتن وتقول له مثلا، يقول لك خش كذا خش كذا خش كذا وخلاص. لا، اساله، قول له يعني، خلي الكابتن يسالك انت عايز تعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ هدفك من اللعبه ايه؟ مش تخش فيقول لك مثلا خش كذا وخش كذا وخش كذا. لا، هو المفروض الكابتن يسالك، يقول لك انت يعني ايه التارجت بتاعك؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تقوي ايه؟
عايز تلعب، عايز تخس، ولا عايز تزيد، ولا عايز تكبر حاجه معينه، ولا عايز تعمل حاجه، ولا عايز تعمل تنشف، ولا يعني التعب اللي بيجي في اول كام يوم ده ده طبيعي لازم جدا. ده لازم ده لازم اي حتى حد لو هو يجيب. بيشتغل في البيت، بيشتغل بره، بيشتغل في اي ما مكان، هو ما هو ما لازم بيعملش يتعب نفس فيه. الحركات اللي بيعملها في جيم، ايوه يعني مش نفس الموفمنت، مش الحركات. ما حدش مثلا بيعمل حاجه في البيت، ما حدش بيشيل كده، ما حدش بيمسك بالظبط. مثلا مقشه ويعمل بيها كده. فهي الحركات اللي بتعملها في الجيم حركات جديده عليكي، فاي حاجه بتحصل جديده على على جسمك اي حاجه بتحصل جديده على جسمك بياخدها لانها حاجه جديده فبيتعب. يعني لابد من اتباع الطرق السليمه والصحيحه. ده لازم. طب لو قلت لك ان يا ترى هل ينفع ادخل الساونا بعد الرياضه على طول؟ الساونا مهمه ومفيده، بس يفضل انها تكون في يوم لوحدها. ليه؟ الساونا بتعمل حاجتين، بتعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، تمام، وبتقلل تدفق الدم، بتعملها ريلاكسيشن، فتبقى مستريح كده، تمام. فانت اصلا وانت في التمرين اصلا اوعيتك بتكون متمدده، والدم بيكون ضخ جامد جدا، وبتكون بتفقد، يعني بتكون اصلا بتفقد كميه عرق وكميه ميه في التمرين كتير. فلما ازود الموضوع ده بان انا اخش ساونا واطلع الميه اكتر، واعمل واكبر الاوعيه الدمويه اكتر واوسعها اكتر، فاتعب، فيجي لي مثلا هبوط، فاتعرض ان انا ممكن اتعرض لجفاف. معلش عشان وصلنا لنهاية الفقرة، تمام. عايزين بس حضرتك تقول لنا نصيحة للناس المبتدئة تروح الجيم، تبتدي ازاي بقى؟ أوزان تقيلة ولا خفيفة ولا تبدأ ازاي؟ يعني انصح الناس ان هم يسمعوا كلام مدرب، يمشوا مع مدرب صح، يقول لهم يعملوا ايه، يبدأوا ازاي. كل واحد ليه نظام مختلف عن التاني. يا جماعة ما حدش يشتغل من دماغه، ونسيبنا من تمارين النت خالص، لان النت كل واحد يعني بينزل نظام مش مناسب ليك، مش مناسب ليا، مناسب لحد معين. ف يا ريت يعني نشوف مدرب كويس ونمشي على كلامه وما نشغلش من دماغنا. شكرا شكرا كابتن رامي، شكرا شكرا محمد، بشكرك يا ساره، بشكرك يا كابتن رامي، شرفتنا شكرا النهارده ونورتنا في عيش الشباب، بشكرك شكرا جزيلا. وبكده خلصت حلقتنا، وان شاء الله يوم الاحد الجاي حلقه جديده من برنامج عيش الشباب. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مده، عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب. هذا البرنامج برعايه